السلام عليكم أخي الفلاح أختي الفلاحة، مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد. اليوم غادي نتكلمكم على النوارة. في هذا الوقت هذا الأزهار اللي خارجين، كيفاش نعرفوا الأفوكادو اللي هتبقى عندنا في الشجرة؟ غادي نعرفوها من خلال هاد الزهرة اللي كتحل. لما كتحل الزهرة بهالطريقة هذه، مثلا عندنا الزهرة هاهي، قدروا كاع نحيدوا هذه وغنوريكم الزهرة كيفاش دايرة، مازال ما محلولاش. هذه هي الزهرة، إلا بغينا نحلوها غادي نحلوها بهالطريقة هذه، وغنوريها لكم. هنا ها هي تحلات، هذيك هي الزهرة. إذا إخواني أخواتي، الزهرة ملي كتبدا تحل كتبدا تخرج هذيك الحبوبة أو الحبة. كيفاش غادي نبداو نعطيوها التلقيح؟ من الأحسن يكون قريب لنا النحل، أو لا نديرو بعض الأدويات اللي غادي يخليو لنا الشجرة واحد القياس ديالها، ولكن ما نقويوش الأدوية بزاف. إلا قوينا الأدوية بزاف تقدر الشجرة تشد لينا بزاف ديال الحبوب، وفي الأخر غنلقاو مشكل من خلال السقي ومن خلال الحجم ومن خلال بزاف ديال الحوايج تقدر تمرض لينا، تقدر بزاف ديال الحوايج. خصنا الشجرة نمشيو معها شوية بشوية ونخليوها تتحمل هذاك الشيء اللي قادرة عليه هي. إخواني أخواتي، هاد اليوم ديال الزهر، حنا اليوم في 29 ديال مارس 2021، غادي نوريكم طريقة أخرى اللي غنتكلموا عليها، هو الناس اللي كيخليو الشجرة عامرة بالحبوب، وكيقولوا بأن ما غادي نبيعوا هذيك الحبوب ديالنا أو الغلة ديالنا حتى الآخر ديال العام، مثلا شهر 4 و5 و6. ولكن أنا درت واحد تيست، خليت واحد الشجرة وحدة وسط هذوك الأشجار، وكنت تبع معاها كل يوم، كندوز نشوفها في الصباح وفي العشية. علاش؟ لأن كتبدا تفرقع، أولا كتبدا تحل، أولا كتبدا تشق هذيك الحبوبة اللي كاينة تما، ولا كتبدا تكحل بوحدها. علاش؟ لأن ما كتقدرش تصبر الوقت ديالها الكافي ديالها المزيان، هو ما بين شهر 2 و1، تما في خص الأشجار إخوان، باش الوقت اللي غتبدا هي تنور تكون خاوية. ولكن بعض الناس كيخليو الحبوب في الشجرة باش يبيعوا بحال الثمن غالي، فعلا الثمن غالي، الثمن طالع بزاف. تبارك الله، الله يسهل كل على المسكين أو لكل إنسان وفلاح وفلاحات، الله يسهل عليهم اللي بغى شي حاجة. أنا غير غنتبع معكم درجة بدرجة، ما نقولكمش لا وما نقولكمش إيه، غنقول لكم بأنما الناس اللي كيفكروا من قبل كيفاش يخليوا الأشجار عامرين حتى الآخر، غنوريكم شنو كيوقع والاختيار ديالك. انا جيت كنشوف الازهار بداو كيتفتحوا بهالطريقه هذه. دابا الحمد لله عندنا النحل، انا عندي النحل ديالي دابا الحمد لله، بدا ياكل النحل، بدات كتفتح الازهار. يعني هذيك الزهره اللي غتفتح، تقريبا الاغلبيه الزهرات اللي يتفتحوا هما اللي يبقاو، لان لا يتلقحوا تلقيح بالنحل. ومن غير النحل كاين ادويات، ولكن انا كنفضل النحل من الاحسن، واخا الادويات المهم اللي بغى يعاون بالادويه. المهم عندنا الازهار مبداو يتحلوا، بداو يتفتحوا تبارك الله بهذه الطريقة هذه هي. كيفاش بداو يتفتحوا؟ بحال هكذا، خصها تولي يعني الزهرة مفتوحة، لأن الأفوكادو راه هنا لداخل، لداخل ديالها. هذا هو الفتيح ديال الأزهار. ولكن إلا جينا نشوفوا ما زهراش بزاف. علاش ما زهراش بزاف؟ كاينة بعض الحوايج اللي غنوريهم لكم. هذا هو الفتيح ديال الزهرة، وهنا كذلك كاين الحبوب. إلا شاهدتم راه كاينة الحبوب. نخليو طريقة الحبوب من بعد، لأن حنا دابا كنهضرو على الأزهار. إلا جينا نشوفو الأزهار ديالها ما زهراش بزاف، تابعوا معايا. هذه هي الشجرة، أول حاجة ملي كنخليو فيها الحبوب ما عطيناش الزهر بزاف، واش يقدر يخرج من بعد أو لا ما يخرجش، هذا الشيء غادي نتكلموا عليه من بعد. ولكن إلا لاحظتوا، شوفوا هنا شحال زهرة، هذه ما فيها لا حبوبة لا جوج. شوفوا الأزهار، وكبير الأزهار ديالها، وحتى هذا العود هذا اللي كنهضروا عليه كبر بزاف طوال، يعني هذا هو العرش أو لا
هذاك يعني العود ولا اللي كيخرج فيه النواره بزاف كيطوال بزاف، لان هي من بعد غادي تطوال. هاد العويدات هادو ها هما اللي جينا نشوفو هادو غيطوالوا بزاف، غيكون فيه على الاقل تخلي جوج ديال الحبوبات، ما يبقاوش كلهم ثلاثه اربعه. دابا هي فيها اربعه، هادي فيها ثلاثه. هذا هو الحبوب اللي كيطوال بزاف، كيهبط هنا لتحت، ومني كيهبط كيولي حبوب عنده العرش ديالو طويل. اذا الاخوان نتكلموا على هاد النواره او الازهار، زاهره بزاف تبارك الله بقوه، وماشي غير هي، انا عطيتكم حتى هذيك الشجره، حتى هاد الشجره كذلك زاهره بزاف. الى لاحظتم الاخوه الشجره ملي كتكون زاهره كتعطي الزهر، كاين بعض الاخوان كيقول لك كطيح لينا الورقه. اخي الورقه راه ضروري غتبدل، هذا كتسمى كتغير الاوراق ديالها، كطيحهم في الارض، ومن بعد فاش كيخرج الحبوب وكيبدا الحبوب يبدا يكبر كتجيب اوراق اخرين جداد، يعني كيخرجوا براعيم وكيخرجوا اوراق. هاد الورق هذا اللي كيطيح عند اي واحد كيقول لك اودي بدات تصفار ليا ولا بدات تكحال اولا بدات تحرق. شوف الاوراق كاينه بزاف ديال الحالات، كاينه الحرق اللي من الجناب، كاينه الحرق اللي كيكون تقابي الوسط بحال التقابي، وكاينه الصفوريه، وكاينه اللي كتيبس. الا جينا نشوفوا هادي راها غنشوفوها يابسه، يعني يبسات. ولا جينا نمشيو للشجره كذلك ها هي يابسه، اذا هادي قرب هاي طاحت بوحدها، هادي يابسه يعني مشات، هادي كتشونجها يعني غتبدل غطيح. عندنا الاوراق طايحين، هادو كاملين كيتسموا طايحين عاديا تبدلوا. هاد الاوراق هادو عيطيحوا في الارض، ها هما كيطيحوا في الارض، ومن بعد غادي تجيب اوراق اخرين. لان بزاف ديال الاخوان، هاد الفيديو درته للاخوان اللي كيقول لك اودي عندي الشجره كطيح ليا الاوراق بزاف، وكاين اللي كيقول لك بقات ليا غير النواره بوحدها والوراق والو، ما كاينه غتحيد الاوراق، ولكن راه غادي تطلع اوراق كاملين. يعني في هذا ابريل وماي غادي يكونوا اوراق جداد وغيكونوا براعم جداد ان شاء الله. اما هي الاهم هو الا كانت عندك الشجره كبيره غادي تنور لك هذه النواره وغادي تخلي لك الحبوب في شهر ربعه الاخر ديالو، في ابريل في الاخر غادي يبقى يخرج الحبوب، غيبدا يبين لك الحبوبه بدات تكبر، وفي شهر خمسه غتولي قد الزيتونه. اذا اخواني على الرجوع للشجره اللي خلينا فيها الحبوب، كنا نهضروا على قضيه الشجره اللي فيها الحبوب. هاد الشجره هادي ما حطاش بزاف بحال الاخوان ديالها، شوف الشجرات اللي حداها كلهم حاطين مزيان وهي ما حطاش. علاش؟ لان خلينا فيها الحبوب، بغينا نديروا واحد تيست شحال هذوك الحبوبات شحال يقدروا يصبروا لنا في الوقت ديالهم، شحال يقدروا يصبروا لنا في الوقت، وشحال يقدر تخلي لنا من الحبوبه في الشجره معطله بزاف، وشحال غادي تعطينا ديال النواره يعني الازهار، واش غتزهر مزيان اولا ما غتزهرش مزيان. اذا اول حاجه غنوريها لكم الحبوبه كتقطر تقب بوحدها، شوف يعني شدها كلها في البلاصه. اول حاجه الحبوبه كتقطر تق. بعض الاخوان كيقول لك بان ما راه كيجيب لنا حبوبات كيهضر عليهم ما عندوش او لا كيشريهم. اخويا انا ما كنشري ما كنبيع، انا كندير هذاك الشيء ديالي ومن صغري، انا ببلي من الصغر، من الصغر مبلي على الجرادي، كندير الجرادي. اول واحد في المنطقه ديالنا اللي يعني غنعترف بها وغنقولها، وكاينه بعض الاخوان كيعرفوني، اول واحد دار الجرده في العمر ديالي هو انايا. اول واحد دار الجرده درتها تقريبا في 88، من بينها التفاح، الخوخ، المشماش، بنان، التفاح الانواع، البعويد الانواع، كل شيء كديرو، ومن بعد زدت الافوكادو. اما دابا الاختصاص ديالي ولا هو غنتكلموا على الافوكادو دائما، لان عندي فيها خبره الحمد لله. داكشي اللي عندي واللي عنده اكثر مني وحسن مني راه كنتلاقى مع بعض الحباب وكنعرفهم حتى هما زايدين عليا، كنقول الحمد لله اللي لقاني ربي معاهم، لان دائما انا ما كنكونش انا هو الكبير، الكبير هو الله سبحانه وتعالى. دائما لحظه راسك غتعلم. اخوان دابا حنا كنهضروا على هاد الحبوبات، يعني خلينا هاد الشجره ما قصناهاش،